من استديوهاتنا في المملكة العربية السعودية، تلفزيون الآن يقدم الكوميدي شو، تقديم محمد السلطان، تمثيل طلال الشيخي، عبد الرحمن الشيخي، محمد بن رافعة، واسماعيل الحسن. والآن مع مقدم البرنامج محمد السلطان. أهلا وسهلا بكم في الكوميدي شو. موضوع حلقتنا اليوم هو الأطفال. أول شيء تسأل نفسك، من هو الطفل؟ الطفل يعني البراءة في الأحاسيس، يعني الأمل في بكرة أو بعد بكرة. ما عجبتكم؟ عادي ندخل في موضوع طبيعي الحين. الطفل هو الإنسان قبل أن تلوثها الحياة. الطفل هو المدرسة، تتعلم منه أشياء كثير، تتعلم منه الاهتمام. شفت الطفل كيف ينظر لك لما تسوي شيء بسيط، يعني زي توليعة النور مثلا، يعطيك نظرة إعجاب يحسسك أنه أنت اللي اخترعت الكهرباء، وأنت أندومي ما تعرف تسوي يا صاحبي. عقد الأطفال زي الإسفنجة، لازم ننتبه لكلامنا معاهم. يعني مثلا يجيك الأب يقنع ولده أنه هو أقوى شخص في العالم، وبعدين يكبر الولد مسكين ويبدأ يكتشف الحقيقة ويفهم من أبوه مو أقوى رجل في العمارة حتى. وهنا تجي الصدمة، أقوى من صدمة العريس يوم الصباحية لما نشوف زوجته لأول مرة بدون مكياج، مشهد درامي ومبكي. طيب عرفنا مين الطفل، بس ما عرفنا إيش يحتاج. الجواب سهل، الطفل يحتاج حاجتين اثنين فقط. أولا حفايظ كثير، ثانيا يحتاج نبطل نقارن بين أطفالنا وأطفال برا، لأننا إحنا أصلا مو زي أباء برا. الأب برا يسمع لطفله، الأب هنا بس يسمع لمديره والله، ولا طفله بالمدارس يعني، لا ما فرقت. وبعدين برا الطفل يوصل عمره 4 سنين يبدأ يعاملوه باحترام ويحترموا قراراته. هنا الواحد يوصل 20 وعادي يتمحط بالعقال في الحارة طبيعي. طبعا حبنا للأطفال يكون فقط لو كان الطفل طفلك، أما لو كان طفل غيرك تبدأ تشوفه وحش. تعرف الطفل هذا اللي يجي في المسجد مع أبوه يقعد كده ساكت مسوي بريء ويستناك لين تركع ويجي يسوي لك. موضوع التعامل مع الأطفال موضوع معقد جدا، وعشان كذا خلونا نستضيف خبير التعامل مع الأطفال ومؤلف كتاب والله مو ابني. رحبوا معايا بالأستاذ عمو كمال. أهلا عمو كمال. أول شيء خلينا نسألك عن سبب التسمية. طبعا اخترت عمو كمال لأنه بيوحي بالأمان ويخلي الطفل يثق فيك. لا حبيبي، أنا قصدي سبب تسمية كتابك باسم والله مو ابني. الكتاب. نعم. طبعا هذا السبب أني صاحب نظرية أنه أفضل طريقة للتعامل مع ابنك أنك تعامله وكأنه مو ابنك. كيف يعني؟ هذا ما فهمته. يعني بمعنى أول ما طفلك الرضيع ينطق كلمة بابا، تطالع في وجهه الملائكة الصغير وتقول له لا أنا مو بابا، أنا عمه. لا تقول بابا غير لما تكون تستاهل أنك تكون ابني. انت معلش، انت كذا ممكن انك تعقد الطفل. بالضبط، انا ابغاه يتعقد، ابغاه يتعقد. يعني معلش، انت متاكد انك متخصص في التعامل مع الاطفال؟ نعم، وفي التعامل مع السيدات برضو في الليل كذا. في الليل يكون عندي وقت فراغ، وسيصدر لي كتاب قريبا بهذا الخصوص اسمه والله ما بخونك. طيب نرجع لموضوعنا، يعني انت تشوف تعقيد الطفل هو افضل اسلوب للتعامل معه؟ نعم، أول حرق بالنار. كيف يعني؟ يعني مثلا لو ولدك يعني سوى شيء غلط تقوم تطلع الولاعة وتقول له طب أولادك راضين بالأسلوب هذا؟ أولادي ما شاء الله تبارك الله مرتاحين. واحد مرتاح مرة لأنه مات، والثاني ما شاء الله طلع كاتب. ما شاء الله، يعني أنت ابنك طلع كاتب زيك. أنا خليته يصير زي كذا، وقريبا سيصدر له كتاب اسمه والله مو أبويا. ايش العيلة المجنونة هذه؟ شكرا لك عمو كمال. اعزائي المشاهدين، عندنا حلقة رهيبة، نرجع لكم بعد الفاصل مع سكتش الحلقة، خلوكم معنا. تفضل. خلودي، ايش رايك نلعب لعبة مين يكسر اشياء اقطع؟ ما فيها. ليش؟ تعبان. بعدين انا ماني بزر زيك. طب انت يعني تعبان ليش؟
عشان ما نمت. اصلا الواحد مو عارف لا ينام هنا ولا في البيت. طيب يعني انت ليه ما نمت في البيت؟ عشان ماما وبابا طول الليل قاعدين يتضاربوا. وين قاعدين يتضاربوا؟ في الغرفة. طيب انت ليش ما صرخت خربت عليهم؟ ما اقدر، بعدين بابا يجي يضربني ويضربني لين يغمى علي. طيب ليش ما تقتله؟ حرام، يقولوا حرام ما ادري، بس يعني اصلا هو كبير ما يموت. يلا يا حبايبي جبت لكم واحد جديد اسمه سوسو، تنبسطوا معاه. حمود حبيبي انت ليه زعلان يا قلبي؟ ليه زعلان حبيبي؟ لا 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 حمود حبيبي لا تبكي، لا 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 حبايبي انتوا دحين اجيب لكم الرضاعات واجيبها لكم حتى مني مني وايد راحت. بالله اسمك سوسو ها؟ ايوه. طيب انت كم عمرك؟ انا عمري 9 شهور ونص. وانت كم عمرك انت؟ انا كبير عشان انا من زمان هنا، عشان عاجبني الوضع هنا. كذاب، هو يقعد هنا عشان يحب الدادة. لا يا حمار، يحب الدادة. لا انا عشان هنا احسن من البيت. في البيت كل شيء بابا يناحلني فيه، ياخذ الشيبس حقي، ياخذ الالعاب حقتي يكسرها، ياخذ مني الفلوس، ياخذ مني كل شيء. قلت لك اقتله، كلنا لازم نقتل ابانا. لا انا بابا مره طيب، بابا مرة طيب، يلعب معايا كتير، يلعب معايا ويرميني فوق، يرميني فوق بابا. طيب الفكشة هذه من ايش؟ مرة كنت ألعب مع بابا، هو يلعبني كتير ورماني فوق مرة كتير، وجاله اتصال وشابني ومشي، وانا فوق في الهواء. يا بابا لا تروح تسيبني يا بابا، طش على وشي. مره يحجن مسكين بابا، قاعد يجري في البيت، يجري خايف علي. وبعدين جاب لي العاب كتير. جاب لك حلاوات؟ ايوه حلاوه، جاب لي حلاوه كتير. حلاوه كذا ما عندك؟ كذا الا عندي حلاوه كتير، عندي حلاوه كتير بس. يا حرامي لا تاخذ حلاوه حقي يا حرامي. طيب سوسو ايش في حركات يعني تخرب على اهلك وكذا؟ عندي حركه اسمها السقوط الحر. سقوط الحر؟ ايوه، هذه لما اسويها لما اروح السوق وابغى اغراض كذا حاجات وما حد يبغى يجيب لي، اسويها على طول السقوط الحر. هم يحسبوني انا مت ويجون كده لا شو مات ويجون يجروا كده، بعدين يجيبوا لي كل حاجه. واو، العاب كثيره بس كده. تعرفوا انه الطفل يتحكم في الاقتصاد العالمي وخصوصا قطاع الصحة والجمال؟ ايش هذا؟ انا ما فهمته. هو كده لما يكثر بودرة يقعد يهذري. ماسكين يحبوا بودرة. معلش. طيب ايش في حركات تانية تسويها لأهلك تخرب؟ عندي حركة خرب يومهم، هذه حركة حلوة مرة. تشرب حليب كتير لما بطنك كده تصير بطنك كده، بعدين تاخذ حلبة بعدين تستنى شوية كده تقعد، بعدين لما تشم الريحة وتاخذ الحفاضة تفكها وتقعد تسحبها في البيت، تسحبها. هذه حركة حلوة. واو والله رهيبة، شكلي حجربها. لا في حركة تانية أحسن منها. إيش؟ هذه حركة الانتحار. تروح تفك الباب، تسوي نفسك تبغى ترمي نفسك من الدرج، بعدين يجون يقولون لا ترمي نفسك يا شو، بعدين يعطونك كل شيء، يجيبوا لك ألعاب وحلاوة. ما شاء الله، هذه حركات أنا أحب أسويها كده. أنا ندل. طيب ليه ما تقتلهم؟
يلا يا نونات جاء وقت النوم دوها يا دوها بالكعبة بنوها يا دوها بالكعبة بنوها سيدي سافر ماشا دوها يا دوها بالكعبة بنوها سيدي سافر دوها يا دوها بالكعبة بنوها سيدي سافر أبو خال ها أنت نمت ولا إيش؟ لا لا كنت صاحي لا يكون عارف أن أنت قزم لا أفا عليك بس أنا خلاص سجلت كل الحركات الجديدة اللي سووها ممتاز موجودة هنا ممتاز هي هذه فلوسك شكرا خلاص أنا حمشي طيب فين رايح؟ عشان في عصابة بيسرقوا بنك يحتاجوا واحد يسوي ولد صغير قزم كمان؟ قزم ايوه خلاص درب السلامة يلا مع السلامة مع السلامة اهلا فيكم مرة ثانية فقرتنا الآن هي البرزنتيشن هذه الفقرة الثابتة في برنامجنا اللي نستضيف فيها كوميديان يقدم لنا عرض تقديمي لحل مشكلة الفقرة. موضوع فقرتنا اليوم هو كيف تحتوي الأطفال، ومعانا اليوم لتقديم العرض الكوميديان الفنان ياسر بكر. السلام عليكم، كيف الحال؟ مرة مبسوط إني معاكم حبيبي، أنا مرة مبسوط إني معاكم اليوم، اسمي صابر مرمطون، وأنا في الحقيقة حابب أقدم لكم اليوم عرض إنه نحو أبي ناجح في عالم النساء. طبعاً أنا بس أديكم فكرة عني، أنا أصلاً كنت موظف يعني في بنك وكانت وظيفتي مرموقة، بعدين أنا بكامل إرادتي قررت إنه قلت مستقبل زوجتي المهني أهم، فأنا اللي جالس في البيت أهتم بالأطفال وهي بتركز في شغلها وهو بيع الحلويات على الإنستغرام. والحمد لله يعني وضعنا كويس وكل بس حبيبي ايش في تمام ماما تحبنا حتيجي في يوم من الايام ماما راح تيجي في يوم من الايام طيب احنا في الحقيقه انا والله لانه انا دائما يعني في جروبات الواتساب عندي مشهور جدا فقالوا لي انه اليوم اتكلم عن ايش ممكن تعمل معانا في يعني نصايح للأطفال من وجهة نظر الأب لانه عادة الأم هي اللي بتتكلم وكذا وده فهي عادة اللي بتسمع منها لكن معلش الو ايه مرحبا يا اهلا ايه احنا ايه اهلا ايه طيب تبغى تطلع تعملي طلبيه حياكي تفضلي ايه كيلو ايوه الكيلو ب200 انت جيانا من اعلان روان حسين طيب نديك نص كيلو زياده طيب في بالتمره نص كيلو طيب ونص كيلو مكسرات طيب ان شاء الله والهديه ايش تبغي جوز هند تمام بس اخاف لا هنت تزعل الو ضاع الزبون طيب احنا خلينا في العرض فانا عندي نظرات ابويه في تربيه الطفل لانه كل اللي بنسمعه من وجهه نظر المراه وجهه نظر بس انا بما انه لي فتره مع الاطفال صار عندي نظره ابويه تعرفوا انه في فرق لانه المراه كلاميه سمعيه والرجل بصري الطفل ما يتكلم فيفيد معاه البصري عشان كده من ملامح الطفل أنا أقدر أعطيكم حبيبي إيش هي إيماءات الرضيع مرة لذيذ هذا مثلا إيش تتوقع يكون يبغى هذه الإيماءة إيش معناها أحد عنده توقع ها مفجوع صح كيف عرفت مفجوع هذا فعلا مفجوع فعلا هم احيانا يحسبون انه هو يبغى يتصور لا هو يكون مفجوع بس احد غريب جاء شاف شيء غريب شاف اسعار الكهرباء الجديده انه مفجوع ايش تتوقعوا هذا واحد غير الغشاش يقول انت ايش تتوقع ده قول جوعان جوعان صح جوعان فعلا
هذا جوعان، هذا الوجه الجوعان، انت تحسبه ما عنده خجل الطفل، هذا وجهه الجوعان، بس هو يعني بطيء قبل ما يفهم ايش يبغى. هذا ايش تتوقعه؟ واحد يقول ايش هو؟ ايش تقولي؟ لا هذا ما نعرف ايش هو، لا نفتي ما نعرف فعلا. هذا وجه الطفل لما يحس ان امه تهتم بالبزنس حق الانستغرام اكثر ما بتهتم فيه وبابوه، كده يكون خلاص قلت لك تحبنا بس هي ما تعرف تعبر. وده كمان لما يكتشف انه الفلوس اهم من الاب والولد ويزيد الغضب وينحرف الطفل، لان الام ما بتقرا الايماءات، تحسب انه عنده اسهال، تحسب انه عنده قبض وهو غضبان عليها. ليش سيبينا؟ لو كان عنده مغص هذا شكله، لازم تفرق، هو نفس الشكل من وعمره 6 شهور لين ما عمره 70 سنة، ما نغير المنظر، نفس المنظر طول الوقت بيكون موجود. طبعا الرضيع مهم انه الانسان يلعبه، ومهم انه الانسان يهتم في الاشياء اللي انا اكثر سؤال يجيني على الانستغرام على فكره وعلى الواتساب هو كيف لو الطفل بكي في الطياره، اكثر سؤال بيجيني في الواتساب. حلها مره سهل، تطلب المضيفه وتديها البيبي شويه، بالذات لو كان يعني صدرها رحب، يعني صبورة إنها تكون تصبر تستحمله لأنه طفل مزعج يعني، وهذا من مصلحته هو وإنت يعني. تاني أكتر سؤال بيجينا هو بخصوص الحفاضة، هذه صديقتي يعني خلاص اتعودنا والريحة الحفاضة يعني موضوعها كيف أعرف إذا تعبت. هنا يجي دور هنا يجي دور الرجل إنه يكون بصري، كيف تعرف إذا الحفاضة مليانة؟ تشوف إذا المشية تقلت في تقالات تحس التوازن، هذا معناته الحفاضة لازم تتغير. عموما هي الأبوة يعني أنك أنت تنقل الطفل من هنا إلى هنا، يعني من هذا إلى هذا، هذه هي يعني هذا الإنجاز الكبير اللي إن شاء الله حنعمل حبيبي حنعمله في يوم من الأيام. وطبعا صديق الأبوة هو البودرة، البودرة وكمية وفيرة من البودرة انك انت ايش تقعد تحطها على الطفل بقدر الامكان، تحطها على نفسك كمان يعني، هو البودره مهما حطيت بودره ما راح تروح. الو الو، هلا 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 ابو سعود، كيف حالك؟ يا هلا، كيف باقي الشباب اللي في البنك؟ والله انا مشغول حاليا. ايه ما لسه بتتجمعوا في التلوتيات؟ فاكرها أجيكم؟ لا لا يمكن، ما أقدر، الطلبة الشغل مليان عندي. اسمع أنا حاجيكم، أنا حاجيكم. آخر شيء عندي مصلحة الرضيع، سيبه مع أمه. أنا ريتني ما خرجت من الإنستغرام والواتساب. شكرا لكم يا جماعة. اهلا فيكم من جديد، حلقتنا اليوم وصلت لنهايتها، لكن قبل ما نروح راح نترككم مع فاصل كوميدي، نستضيف فيه كوميديان يقدم لنا عرض ستاند اب كوميدي. رحبوا معايا بالكوميديان اللي راح يكون معانا اليوم، الفنان محمد الفرا. السلام عليكم، كيف حالكم؟ انا محمد الفرا يا جماعه، وجايب لكم خبر مره حلو، تقدروا تباركوا لي، قريت الفاتحه حقتي قبل امس. والفلق وسورة الناس، تعرفوا رمضان قرب، الواحد لازم يبدا يستعد من دحين. لا حقيقه انا اليوم جاي احكيكم عن اشياء توترني كده، في السوشيال ميديا صوره كده منتشره بشكل مره غبي كده، تقهر تستفز، وما هي صوره مريم حسين، لا في صوره كده معينه، في الكلب هذاك اللي يروح عند الصراف ويصور رصيد حسابه 72 مليون. اقسم بالله شيء يقهر، يمكن بالنسبه لكم هذه صوره عاديه، لكن انا بالنسبه لي تبدا تجيني اسئله كده وجوديه، ابدا احتار حق ابوه ارجل من ابويا في ايش. هذا ايش بامه ما حتبلغ عليه تطبيق فساد. فاهم؟ انا اكون جالس في البيت، يجي ابويا يقول لي محمد بلاقيش معاك فلوس للوايت؟
بلاقيش، خلي فلوس الوايت، ايش بلاقيش بالجبنة ولا بلاقيش بالزعتر؟ بعدين الوايت، وربي هذا الوايت معضلة في حياتي يا عيال، عمري 30 سنة 15 سنة منها واقف تحت مع الوايت مستنيه يصب. اقسم بالله لما كبرت قلت يا عم انا بطلع اسال ابويا ليش بيوقفني مع الوايت، طلعت قلت له ابويا ايش بك انت بتوقفني مع الوايت 15 سنه؟ قال لي يا ولدي عشان نتاكد انه صب المويه كلها وما سرقنا وما خلص. قلت له انا ايش هيدري امي لما يخلص هعصره؟ مو بس ابويا عنده مصطلحات غريبه، حتى جدتي، يعني هم الفلسطينيين كده بصفه عامه عندهم مصطلحات غريبه. مره راكب في تاكسي انا وجدتي، سواق التاكسي انا جدتي ورا، جدتي بتقول له خش من اللفه اللي جايه يمين، قالت له محمد امرق من القرنه اللي غاد يا عيال التاكسي قبع والكفر نسم وربي. وجات الحكومه تلت الهندي رحلوه، هو مترحل لا فكر في فلوس ولا في فيزا ولا شيء، كل اللي باين عليه كده نظره حق ايش احتار احتار. شيء غريب كمان، يعني عندك في دي الحياه في شيء كده غريب في الاحاسيس، يعني اكثر من 7 مليار نسمة عايشين كلهم بيبحثوا عن السعاده، ما في ولا كلب بيبحث عن الحزن، مع انه الحزن من اوفى الاحاسيس. اقسم بالله دحين انت لما تجنتل وتعطيها الفرقه دي اللي على جنبه تلبس قميص جديد وقال لك خالد مع العيال ويصف والدك، مين يمرك العيال؟ والله تخسي، ما يجيك الا حزن يتكي معاك. شكرا حزن. لما تسحب عليك فتاه احلامك وتلاقيها فال لامها في احلام الجميع. ايش بيجيك؟ بيجيك حزن. شكرا حزن، وشكرا لكم. انا محمد الفرا، وكان هذا وقتي معاكم يا جماعه.